أخت فاضلة تسأل تقول: امرأة بلغت 50 من عمرها ولم تقضي ما عليها من الصوم طيلة حياتها، فيجب عليها قضاء هذه السنوات؟ نعم، يجب عليها قضاء هذه السنوات، يجب عليها قضاء صيام هذه السنوات، يجب عليها قضاء صيام هذه السنوات لعموم قول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا سعيد، حديث سعيد بن مسيب في الرجل الذي جاء وقال: احترقت. قال: ما احرقك؟ قال جمعت اهلي في نهار رمضان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق رقبه؟ قال: املك الا هذه. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ما استطيع. قال: تطعم 60 مسكينا، الى اخر الحديث. لكنه قال له في حديث مرسل: قال له: اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه، فيجب عليها ان تقضي هذه الايام. فإن كانت لا تستطيع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا. لا تنزل تحت قوله تعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم، لأنها كبر سنها.